مساء الخير. طبعا متأخرين عن الحجز الصحي 19 دقيقة، فالله يستر. حبينا نرجيكم هون الساحة بالليل، لأنه آخر ليلة هي هلأ، وبكرة لازم نمشي بسرعة مشان نصور لكم الساعة. فلازم نلحق نهرب قبل ما تيجي الشرطة تمسكنا. ما بعرف شو تخويتي هلا، راح لازم نتخوتها، ولكن أكلينا يستفلو، ما عندي أي شيء، يبرو راسم براسم. المهم ها هي المنطقة بالمساويات، في ناس والله مش لحالي. هلا هناك ما في شيء كتير، يعني أضوية وإنارة، ولكن رح أجيكم إياها من هون. ولكن هون الشيء شنو؟ استنوا ان ارشيكم اياه من هذا الشارع بعيد، مبنى ضخم 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 ضخم. نروح بهذيك الجهة، هاي الأجواء الليلية، ما فيش حدا بالشارع. هذول الشباب، هذي الحزين، وهذا ما بعرف ليش هيك قاعد مطلع فينا، وهان ما بعرف شو بده، ما حدا بإيده، لا تطلعوا عليه. يا عيني هذه هي الأجواء. هلا في عنا مشوى منيحة على فكرة، هذا طول الطريق طول كله هيك بتذكر، أو هيك ما بعرف. وقت ما أنا إجيت شوفوا لي الساحة من هون، أنا وقت ما إجيت من هون هيك غالبا هيك يوني ما نكون نروح. لا جيت من هون، هيك بتذكر سيدي. مش الحالة قاعدين عم نصور. ندخلهم شوي قبل ما نفوت على البيت. عم بقول كيف انا شفته ايام بلا هذا الطريق، صح؟ شايفين انا من هون شفته، وقت ما قلت لكم اني انا شايف هذا الطريق بنفس الوقت تقريبا، يمكن ايه. هاي الاسعار، خلينا مكملين لانه الأسعار حكي فاضي. أهم إشي إنه نلحق
تعرف على الباب قبل ما تطلع انك مدارس الشرطة. أيوة نفوت بحارة صغيرة فخمس دقايق الفيديو تقريبا. تماما هاي بتذكرها ونفسها في المكان هذا شنو عندي. هلا ان شاء الله ما يفقس الانستغرام يقول لي مساحة ممتلئة لأنه سعيدة بأمل عيشته. تمام مو شرطة. الله ينتهي. طبعا الفيل هو هناك. هذا هو نحن هون. طبعا رح نمشي شوي بهذا الطريق وقف الفيديو. ها هي الأجواء الليلية ومشان ما يعملنا مساحة ممتلئة. صار 7 دقايق شوي. شايفيني؟ كلب. ما راح اقولها بس تذكرت شغلة. عقارات بخير الله. شوفوا هذا البيت ب 235 ألف يورو.